اهلا بكم. نتكلم النهارده عن موضوع خطير جدا، وهو الشكل السليم او التربيه السليمه للاشجار. اغلبنا زارع شجر تحت البيت عنده، لكن للاسف مع قله الرعايه والمتابعه بيبتدي يحصل بعض الحاجات للاشجار اللي بتضعف نموها وبتاثر فيها تاثير سلبي كبير جدا. هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل وفي نقاط محدده. رقم واحد هو نمو بعض النباتات او الحشائش الغريبه، وكلمه حشائش دي بنقول عليها اي نبات غريب عن النبات الاصلي المراد زراعته في الحوض او في القصيص او في الجوره. بمعنى انا دلوقتي هنا دي شجره توت، اي نبات هيطلع فيها ان كان طماطم ان كان فلفل ان كان ملوخيه، اي نبات هيطلع كده رباني كده اهو، النبات ده يعتبر حشائش او نباتات دخيله على الجوره الخاصه بشجره التوت. وهنا ده نبات او مجموعه من النباتات الربانيه طلعت كده بفضل المطر والهواء الشديد، البذور بتاعتها تناثرت من مكان تاني وملت الجورة بتاعت الشجرة لدرجة ان هي كبرت جدا، ومعنى انها تكبر جدا بالشكل ده حاجتين. الحاجة الاولانية انها بتحصل على نسبة كبيرة جدا من المية بتاعت الري بتاعت الشجرة، وبالتالي الشجرة نفسها ما بقتش بتحصل على الكمية اللازمة ليها بتاعت الري، وبالتالي نلاحظ ان في ابتدى ورق كتير جدا في الشجرة ان هو يذبل ويجي له جفاف ويبتدي يبقى يتحول للون الاصفر ثم البني ثم يبقى مقرمش كده او محرشف، وبعد كده طبعا بيقع. الحاجه الثانيه ان النباتات الكتيره دي جذورها بتمتد في التربه فبتعيق حركه ونمو جذور النبته الاصليه للجوره اللي هي شجره التوت. ثالث حاجه ان هي بتبتدي تنافس الشجره الاصليه على الغذاء في التربه. الشجره الاصليه بتبتدي تاخد مكونات وعناصر غير بسيطة في التربة تبتدي تشتغل عليها وتحللها وتفككها علشان تمتصها، وده الغذاء بتاعها. بيجي النباتات الغير مرغوب فيها دي تستنفذ هذا المخزون من العناصر البسيطة اللي الشجرة عملتها لنفسها. ده بطريقة بسيطة جدا يعني ايه اللي بيحصل. وبالتالي هتلاقي الشجرة في ضعف عام، في قلة نمو واضحة جدا او بطء في النمو واضح جدا، الافرع الجديدة ما بتكبرش، النموات او العيون الجديده ما بتحضرش بسرعه، برضو في خف حمل المجموعه الخضري تاني، يعني الشجره بتنفض ورق كتير جدا من عليها بلا داعي وانت مش عارف السبب، وحاجات اكتر من كده. طيب كمان قله بقى الرعايه للشجره نفسها خلى الشجره تبتدي تطلع افرع سفليه. الافرع السفليه دي ليها اكتر من ضرر او تاثير سلبي. اول حاجه ان هي عملت منطقة ظل كبيرة جدا بالاشتراك مع النباتات الربانية دي او النباتات الدخيلة دي. منطقة الظل الكبيرة جدا دي تحت الشجرة ابتدت تجذب الحشرات والنمل وما الى ذلك تحت الشجرة للاحتماء من الشمس وايه وان هم يسكنوا هذه الحتة. فناخد بالنا ان انا لما قربت الكاميرا تحت الشجرة لقيت نمل كتير جدا وحشرات تانية بطريقة كبيرة جدا او بصورة كبيرة جدا، هتحتاج طبعا مننا دورات مكافحة واكتر من مرة كمان علشان نتصدى لهذا الكم وهذه الاصابة الخطيرة. يعني تاني حاجة ان الافرع السفلية دي لو كانت تحت منطقة التطعيم دي اسمها سرطانات. يعني ايه سرطانات؟ يعني نمو من الساق الرئيسي اللي هو مش بالنوع المحبب، اللي هو مش بالنوع المطعوم، لان احنا عارفين ان الشجر الكبير بيبقى عباره عن ساق رئيسي بجذر، بنبتدي نطعمه من فوق خالص بعقله من النوع المحبب اللي احنا حابينه. اللي حاصل دلوقتي ان الساق الرئيسي ده ابتدى يطلع افرع من النوع الاصلي، فالافرع الجديده دي الله اعلم هتطلع لنا ثمار ولا لا، الثمار ده يبقى شكلها ايه، صفاتها الوراثيه كويسه ولا لا، ما حدش عارف. لكن الاكيد والاكيد ان الافرع دي قربها من صف التربه بيخليها هي الاولى في امتصاص الغذاء والعصاره اللي طالعه من الجذور، وبالتالي احنا زي ما تقول بنوقف حركه الشجره الراسيه من اعلى، لان في استنفاذ لقوه الشجره ومخزون العصاره والكربوهيدرات طبعا وايا كان الغذاء بتاع الشجره بنستنفذه على افرع ملهاش اي لازمه لان هي افرع غير مطعومه اسفل منطقه التطعيم. طبعا الصح ان احنا يتم ازاله وتقليم هذه الافرع. اخيرا وليس اخيرا المجموعه الخضري الكبير جدا ادى لان هو يغطي على نفسه من الشمس، وبالتالي ابتدت الحشرات الزراعيه زي المن بقى وما شابه تستخبى تحت الاوراق في منطقه الظل دي كلها، واللي كمان بالصدفه بيكون عليها رطوبه عاليه قوي،
فده جو مثالي جدا لاي نوع من انواع الحشرات واليرقات والدود والكلام ده كله، اللي لو سبناها ممكن تسيطر على الشجرة تماما وتدخلها في وضع لا يرثى له، وممكن نخسر الشجرة كلها او الشكل تماما يعني. طيب خدنا بقى الشجرة دي ابتدينا نشتغل عليها، وده الشكل النهائي الصحيح لشكل الشجرة. اولا تم ازالة كل النباتات الدخيلة اللي كانت تعيق حركة نمو الشجرة بشكل سليم. ثانيا تم تقليم كل الافرع السفلية على امتداد متر ونص من الشجرة. وثالثة الاساس تم هرش سطح التربة وتفكيكها، بالبلدي بنقول بنفلفل التربة علشان ما تكتمش، وعلشان مزيدا من التهوية ودخول الهواء والاكسجين المتجدد للتربة. وكمان بنستفيد من كل اللي احنا عملناه ده دخول الشمس لمنطقة الساق، فبتطهرها من اي حشرات او بتنشفها على طول من اي رطوبة بتحصل. كمان اغلب الحشرات ما بتعرفش تتسلق ساق الشجرة، هي بتطلع على الاوراق، فلما احنا نعمل هذا التأليم بنقلل نسبة الاصابة للشجرة. وبكده نكون وصلنا للشكل النهائي والشكل السليم للتربية للشجرة دي. لحد بقى ما يجي نهاية فصل الشتاء القادم هيحصل بقى حركة تأليم للأفرع الحالية علشان نخلي الشجرة دي بشكل الشكل الكأسي أو شكل الهرم المقلوب المعروف للشجر، وده شكل التربية السليمة للشجر. سيتم تجهيز الفيديو ده إن شاء الله الفترة الجاية، ونطلع إن شاء الله الفيديو ده يعني في نص الربيع كده، نكون عدينا فترة الشتاء بالخدمات الشتوية اللي المفروض تحصل، وكمان في نهاية الشتاء نكون جبنا عملية التأليم الواجبة للشجرة وجميع الخدمات الشتوية اللي المفروض تتعمل للشجرة، ونستنى شهر شهرين عشان نشوف كفاءة بقى ونتيجة كل الخدمات الشتوية والمعاملات الشتوية اللي حصلت دي هيكون شكله ايه على الشجرة وعلى معدل النمو بتاعها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا، السلام عليكم.